الدول المغاربية وقوة الدول المغاربية من قوة بعضها البعض، ولهذا المغرب يساعد ليبيا على وجود حلول، لكن نقول بكل صراحة أن الجزائر خربت الحلول. وعودوا إلى الأمور، لا يمكن أن يحل مشكل الهجرة يعني قطريا، لا يمكن التفكير بكل قطر قطر. غير مقبول منك هذا الكلام، غير مقبول منك يا سيد عبد الفتاح. لا لا انت لا تعلم ماذا تفعله. لا يمكن ان يحل. لا يا سيد عبد الفتاح، لا يا سيد عبد الفتاح، خلينا نكمل يعني صاحبي. تحويل النقاش، لا يمكن ان يحل المشكل قطريا الى خلافات بين الجزائر والمغرب. غير مقبول. اسمعني اسمعني، هذا غير مقبول. لا 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 لا، انت تتحدث عن الجزائر والجزائر اليوم غير موجوده. اسمعني 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 اسمعني، غير مقبول منك أن تصف الجزائر بأنها تخرب في ليبيا وأنا أصمت. أنا أقول لك بكل صراحة منك، أنت لا تفهم أي شيء في المغرب العربي. اسمحني 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 اسمحني، خرجنا عن الموضوع. لا تفعل الجزائر نقطتين يا سيدي، لا تدخل بنا للسياسة، هذه القضية تدخل بنا للسياسة. لا تدخل بنا للسياسة، لا تدخل بنا للسياسة، لا تدخل بنا للسياسة. طيب انت انتهى البرنامج، الشكر بالتمام لمها عبد الحميد ناشط الحقوقيه وباحث في مساله العنصريه، الشكر من طرابلس محمد محفوظ كاتب وباحث سياسي، الشكر من الرباط لعبد الفتاح الزين منسق الشبكه الافريقيه للهجره.